تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. إذن في البداية نرحب بفريق العمل معنا في الإخراج ناصر السليمي، وفي التنسيق ميرا المري معانا اليوم موجودة. صبحت الله بالخير ميرا. صبحت الله بالخير نهاد بعد مديرة البرامج عندنا في الإذاعة. صبحت الله بالخير دكتورة ندى الملة. صباحكم ورد يا محمود يا يوسف يا مستمعين يا جميلين، وصباح الأثنين اللي حبه كل أثنين، وما شاء الله الجو جميل بعد برع. فنذكركم أو شب أرقام التواصل على 600-55-1414 ورسائل النصية على 4006، وموجودين لايف على نور دبي على الانستغرام. طبعا مثل ما دائما نقول هذا برنامجكم، طرشونا اقتراحات آراء شكاوي ملاحظة سؤال طبي حابين نناقشة، بس دائما نأكد أن تواصلوا معنا من بداية البرنامج عشان يكون في وقت أن نغطي أسئلتكم ونجاوبها جواب كافي ووافي. ما بقول مسهب بإسهاب، محمود يزعل يقول ما نبغى وايد نسولف على راس الناس يعني. لا بالعكس، انا ما موقع حية اني انا ازعل دكتورة. الفكرة انه شو، ان البرنامج نتيح اكبر فرصة لاكبر عدد من المعلومات اللي ممكن من خلال يستفيدون منها المستمعين. وعلى طاري الجو، جو رقاد ها، الله جو هي والله لحاف وبس. اللحاف الثقيل يتغلب على الارق ونشهد بعد. انزين سمعي هذه الدراسة، يقولك هل يمكن للحاف الثقيل أن يساعد الأشخاص الذين يعانون من الأرق في التغلب على معاناتهم؟ هذا ما بينته نتائج دراسة أكدت أن هذه الطريقة فعالة للأطفال والكبار على حد سواء. في هنالك ملايين من الناس الذين يعانون من الأرق، ولكن باستخدام لحاف ثقيل خاص يمكنهم هذا اللحاف يمكنهم من التخلص من هذه المعاناة، حيث يستخدم هذا اللحاف منذ عشرات السنين لمساعدة الأطفال الذين يعانون من اضطرابات في النوم، كما يستخدم لتهدئة الحيوانات. خلال السنوات الأخيرة بدأت بضع شركات في إنتاج لحاف مماثل وقامت بطرحه في الأسواق، ويخلق هذا اللحاف لدى الناس شعورا نفسيا يحاكي النوم في حضن الأم. وقد أكدت نتائج الاختبارات السريرية بأنه يحسن بالفعل من نوعية النوم. ونظرا لانتشار ظاهرة الأرق في معظم دول العالم وما يسببه من معاناة لدى أصحابه، يبحث الناس عن طريقة لمعالجة هذه المشكلة. لذلك نرى كثير من الناس يلجؤون إلى تناول أدوية منومة من أجل مكافحة الأرق، غير أن هذه الأدوية تسبب الإدمان. في عام 2015 أثبت علماء من السويد أن اللحاف الثقيل الخاص يحسن نوعية النوم لدى الأطفال الذين يعانون من الأرق. فقد بينت نتائج هذه الدراسة أن هذا اللحاف يخلق تأثير شو؟ الشرنقة. تعرفين الشرنقة؟ إيه. إنزين، مما يخفض من، إذا أنت تعرفين كده مستمعين يعرفون، مما يخفض من مستوى القلق الفسيولوجي لدى الناس ويساعدهم على النوم. بالإضافة إلى ذلك، فإن الضغط الناتج عن هذا اللحاف يخفض مستوى هرمون كورتيزول. أوكي، هذا الهرمون شو يسوي؟ هو مسؤول عن التوتر، يعني لما نكون متوترين يرتفع الهرمون. إنزين، وأيضا اللحاف هذا يرفع مؤشر هرمونين اللي هما سيروتونين وميلاتونين في الدماغ، السعادة. هي. اللي خفض معدل الضغط ويحسك بالراحة. ممتاز جدا. طيب وين حصل هذا اللحاف؟ وين اللحاف؟ توني بقول وين اللحاف. هي أنا أتوقع محمود عشان يعني ما تتحول بعدين فكرة تجارية، هي الفكرة إن الإحساس بالدفء لما إحنا ننام. الناس وايد قالوا حضن الأم، ها؟ هي يشبه حضن الأم، يوم تلحف تدفى شرات الشرنقة كذي، فتحس بالدفء. شو الشرنقة؟
هي الدودة اللي تسوي عقب فراشة. انزين هي مرحلة من مراحل الفراشة. نعم نعم. انزين الشنقة انها تلف عمرها لف. ايه بالضبط، فيعطي احساس بالدفء في حضن الام، فالناس تنام افضل. فشوفوا سبحان الله، لاحظ محمود كم من الدراسات تطلع لمحاربة الارق، الشعب كله يعاني من الارق حول العالم. الناس يعني الناس تفتكر، تعرف محمود الناس تقول ان الارق صار مرض، هو مو مرض، ولكن احنا نظام حياتنا خلى الارق عندنا منتشر. لان مثل ما قلت لكم دائما نرد ونأكد، احنا دائما على اجهزة الهواتف لين ما قبل ما ننام، احنا على السرير على الاجهزة هذه، بالتالي يعطي تنبيه للدماغ ان انتو ان للحين نهار، ان في اضاءة، بالتالي الهرمونات اللي ذكرناها الميلاتونين والسيروتونين تتم منخفضة، والكورتيزون يتم عندكم عالي. الكورتيزون هو المسؤول عن رفع دقات القلب، تنبيه الدماغ. فمارسوا بعض الاشياء وتلحفوا عدل بهاللحاف الدافي. خلينا ندور عنه بنشوف شو هاللحاف عشان نقول لكم لو تجيبونه. يعني احد المتابعات تقول هي تحسونكم لابسين قماط مثبتينكم لانه ثقيل. ايه يا سلام، يعني تعرف اللحاف في شكلها. الافضل الواحد يبتعد عن الادويه ويستبدلها باشياء صحيه خصوصا للنوم. خصوصا للنوم. صباحكم علي. علي اوكي شكرا. صباحك انت علي بعد. فالنوم طبعا محمود، يعني ممكن الناس تسال دائما تقول ليش الناس تشدد وايد والدراسات أهمية النوم، ليش لازم ننام؟ لأن طبعا النوم أولا يجدد صحة الإنسان. إحنا الحين تحفظ بهاتنا كاينامون أفضل، صحيح ولا لا؟ كاينامون ساعات أفضل من نومنا، من شي ما شاء الله أعمارهم طويلة وصحتهم أفضل. الحين نوصل 50 هي أيام كانوا ينامون، كان الله يخليك، معدل شو اسمه الحياة كان يعني الواحد يوصل 40-50 هذا دخل سن اليأس. لا يداتنا ما شاء الله هذوم الله يحفظهم يطول بعمرهم موجودين. يقولون كانوا يعني ينامون مع من غيب الشمس ناموا. ترى مستوى الرعاية الصحية ارتفع، فعشان كذي يداتنا للحين ما شاء الله الله يعطيهم الصحة والعافية. لكن بعد النوم ترى الناس الحين ما تنام، من شي تلاقي واحد عمره 35 عنده ارتفاع في ضغط الدم، يوم تسأله عن عاداته الصحية ما ينام بشكل كافي. طيب يسألون نذكركم بأرقام التواصل معنا دكتورة كم؟ 600-551-414 ورسائل النصية على 4006 وموجودين لايف طبعا نور دبي انستغرام. أحسن لحاف مال الجيش وزنه 10 كيلو. وابوي حر. زين لا شوفي الياهل ليش يقمطونه دكتورة؟ هي ليش يقمطون الياهل؟ أول شيء طبعا خلينا نشرح القماط. القماط يعني يلفون، هو المهاد، يسمونه المهاد بالفصحى، أتمنى يكون صح، يعني هو مهاد. ليش؟ لأن الطفل لما يكون في بطن أمه أول يعني أول 3 شهور إحنا دائما نتكلم يكون ملموم في بطن أمه، الرحم يحاوطه من كل مكان، فيكون الطفل ملموم على بعضه. لما ينولد الطفل إحنا نقمطه، يعني نلفه بهاللفافة أو المهادة، الغرض منه إنه ما يحرك إيده، وبالتالي إنه يعني ينش أو يفزع من النوم هو نايم. وطبعا أمهاتنا الله يحفظهم كان قبل شي يقولون يخلي الولد ظهره سيدة، تخلي عظام أقوى. هذه الدراسات ما أكدتها، ولكن يخلي ينام أفضل، يعني حسن هو ملموم وهو دافي. بس لا تشدون وايد في القماط على خشبة، في ناس حط خشبة وتلفه، لا لا هذا ما نبغى. عوشة تقول صباح الخير بخصوص الشرنقة، أنا ولدي من عمره 3 سنوات هو يتلحف بشكل الشرنقة، وكنت أخاف عليه من الاختناق، بس الحمد لله عمره الحين 13 سنة الله يحفظه. الله يحفظه لك إن شاء الله. إنزين أنت تأيدين الشرنقة؟ هو صراحة يعني هو طريقة جميلة في النوم في البرد، بس جونا محمود صراحة حر صيفا وشتاء، تتلحب الشرنقة تموت من الحر. تو تقولين دورين اللحاف التجيل هذا وبتسوين وما لا في البرد، هي في البرد يساعد فعلا على النوم، بس في الصيف ممكن تلحف نفس الشيء ولكن باللحاف اخف يعني، ولكن فعلا احساس يعطي دفوة ترى. طيب دكتور انت ما شاء الله تنامين من الساعة 8 ونص. صلي العشاء وتنامي. انا اصلي العشاء اتأذن من العشاء. اقول لك شيء لا تنصدمين، قول. انا البارحة مرة ديت من الدوام طلعت تقريبا على الساعة 6 وشوية من الدوام؟ اي لين ما وصلت البيت وهذا انزين ما حسيت بعمري دكتورة اللي راقد ناش اليوم الساعة 6:30. شو تحس؟ احس اني منتعش. شفت النوم بدري فعلا يعني، بس انا يومين ما بنايم قبل كنت مسافر ورحلة سريعة. صح صح صح. انزين الشرقة يعني نفس حركة الربيان ولا كيف؟ ليش تدخل الربيان؟ كيف الربيان؟ زين دكتوره لو سمحتي انا اعطي عيالي الصبح عسل على الريج وعصير برتقال، هل هذا صحي؟ لان سمعت البرتقال يؤثر على المعده. البرتقال شوي حمضي. ايه؟ حمضي
المعدة، بس العسل وايد زين. العسل وبرتقال حامض على المعدة محمود، أفضل لا حامض حلو حامض حلو، أفضل الصبح إذا مو بعدهم ما تريقوا أعطيهم ماي، ماي مع عسل أوكي، بس لا تعطوهم عصاي لأنه ممكن يأثر يسلوهم حموضة. طيب يأثر على المعدة. زي وصلنا الفاصل، نطلع فاصل مستمعينا، بعد الفاصل متواصل. إذا عندكم أي اتصالات بعد ما نستقبلها إن شاء الله، ميرا موجودة وإن شاء الله بتاخذ كل المكالمات. فاصل وراجعين. صحة وسعادة. سعد الله اوقاتكم مرة اخرى مستمعينا الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام عبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. أرقام التواصل معنا على 600-551-414 ورسائل النصية على 4006 وموجودين لايف على نور دبي على الانستغرام. دكتورة لا تشربين كرك مو بزين. ما اشرب كرك، انا مدمن كرك، كيف اقدر اشرب شيء يفيدني غيره لاني ما حصل شاي احمر؟ انا وقفت اشرب كرك لان في سعرات حرارية ما نحتاجها. بس في طريقة تسوين كرك صحي. والله محمود اللي في ومنزلين في الهيئة إذا يستحمل طعمه، إذا يستحمل طعمه يعني يتقبل طعمه زين بعد. اللي يشرب بالعادة اللي يشربون كرك لا طعمه زين. خبرتنا معنا دكتورة وفاء عايش، جربوا، كنا أعطيناكم الوصفة حتى في رمضان. ها في رمضان كانوا يتكلموا عن هذا. وين نشتري اللحاف؟ احنا بندور، احنا بنسأل بنشوف وين نشتري اللحاف. انزين مو بالشاي الاحمر ما يجي بالراس، الكرك يفتش برا الراس على الصبح. عموما اليوم ما نتكلم عن موضوع وايد جميل في ضوء ما اعلنه ووجه به سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس الدولة حفظه الله بان يحمل عام 2018 في دولة الإمارات العربية المتحدة شعار عام زايد ليكون مناسبة وطنية تقام للاحتفاء بالقائد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، بمناسبة ذكرى مرور 100 سنة على ميلاده. حرصت هيئة الصحة بدبي على مواكبة احتفاء الدولة بأجندة احتفالات وفعاليات خاصة، وذلك لإبراز دور المغفور له في تأسيس وبناء دولة الإمارات العربية المتحدة إلى جانب إنجازاتها رحمة الله عليه المحلية والعالمية. ومن بين الأجندة تستعد الهيئة اليوم لإطلاق واحدة من الفعاليات الرياضية التي تنسجم مع فكر المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وتوجيهاته اللي كان يأكد فيها دائما على أهمية الرياضة والمحافظة على الصحة. للحديث عن مبادرة اليوم ومجمل المبادرات الرياضية اللي تتبناها هيئة الصحة بدبي واللي بتم تنفيذها ضمن أجندة الاحتفاء بعام زايد، يسعدنا يكون معانا اليوم الأستاذ حمزة عباس مدير المشروعات الرياضية والبرامج الاجتماعية في الصحة بدبي. صباحك الله بالخير أخي حمزة. صباح الخير، يا هلا هلا فيك، نورت الاستوديو. يا هلا. تعطينا نبدأ عن المبادرات الرياضية اللي أنتم بتسوونها في عام زايد. بسم الله الرحمن الرحيم. شكل ما تعرفون في المقابلة السابقة اللي تكلمنا عن يعني معرض الصور هذا، نحن مستمرين في تنفيذ مبادرات اللجنة الرياضية سوف تقام خلال سنة 2018 واللي كان بتوجيهات سمو صاحب السمو الشيخ خليفة أن يكون عام 2018 عام زايد. وبالتالي نحن في هيئة الصاحبة توجيهات من معالي حميد القطامي أن تكون دائرة هيئة الصحة من مؤسسات الموجودة في الدولة تكون تهتم بهاي المبادرة سنة 2018. وبالتالي نحن كمبادرات بصفة عامة كهيئة الصحة عندنا عدة مبادرات من كل الإدارات، من ضمن من الإدارات الموجودة اللجنة الرياضية الموجودة في الهيئة تقوم بعدة مبادرات. والحمد لله نحن نفذنا من الشهر الماضي مبادرة المعرض الصور اللي كان في نادي الوصل، معرض الصور كنا في يوم اللي في حتى وسوينا يوم لمستشفى لطيفة. وبالتالي المبادرة الأولى احنا الحمد لله انجزناها ان شاء الله الحمد لله، والحين جاي نكمل البرنامج مالنا المبادرات الموجودة ان شاء الله بيكون تاريخ 23/3 مبادرة عم زايد سباق الدراجات الهوائية في منطقة الأخوانيج. ممتاز. وبالتالي واليوم بيكون إن شاء الله في مؤتمر صحفي في الهيئة بحضور معالي حميد القطامي وحضور الأخ سعادة أسامة الشعفار رئيس اتحاد الدراجات، وبيلقوا الضوء على هذه المبادرة إن شاء الله من خلال
الموجودين في المؤتمر إن شاء الله. نحن نبغي تفاصيل أكثر عن هذه المبادرة ومبادرة الدرجات الهوائية، لكن أنا برجع لمعرض الرياضة في حياة زايد. طبعا يعني الشيخ زايد رحمة الله عليه كان من الداعمين بشكل كبير للرياضة، استعرضت من خلال هذا المعرض مجموعة من اللقطات التاريخية والنادرة المغفور له بإذن الله الشيخ زايد. وأيضا انتقل هذا المعرض مثل ما ذكرت إلى عدد من المستشفيات في الهيئة، فنبغي نعرف وين وصل المعرض الحين. المعرض حاليا إن شاء الله أن الخطوة هي تاريخ 8 بيكون في ندوة العلوم إن شاء الله، بيكون افتتاح في برنامج كبير مسوينا للهيئة أنه يكون معرض هناك، وبعض اليوم القراءة على ما أظن، وبيكون بالتالي بيكون افتتاح هناك وبحضور المسؤولين ويكون موجودين، ويكون المعرض الرياضي إن شاء الله هناك من ضمن المعارض الثانية الموجودة إن شاء الله. فعاليات دعوة عامة للجمهور يحضرون، بيكون حوالي 11 صباحا إن شاء الله بحضور معالي. أي يوم بيكون مرة ثانية أستاذ حمزة؟ تاريخ 7 سوري 8 8/3 ان شاء الله، يعني بعد باكر بعد باكر ان شاء الله. وكلمنا عن مبادره الدراجات اللي بتكون 29، نبغى ناخذ تفاصيل زياده وقت وشو الهدف منها. الهدف كما تعرفون احنا شيخ زايد الله يرحمه طيب الله ثراه كان مهتم بالرياضيين والرياضه، والحمد لله هو كان يمارس انشطه رياضيه وكبيره شكل ما شفناه في المعرض. وشكل ما تفضل اخ محمود انه قال كان في صور نادره، والحمد لله اخ محمود كان معلق على المعرض، كان تعليق جميل منه. وبالتالي نحن يعني خلال المعرض هذا ومبادرات اهتمام الشيخ زايد بالرياضه والرياضيين هذا، كان لابد ان نلقي الضوء على هذا الموضوع بعد انه ما شو كان اهتمام الشيخ زايد بالنواحي الاجتماعيه وهذا، وبالتالي من ضمن الرياضه مبادرتنا نحن تاريخ 23/3 ان شاء الله بيكون في حديقه مشرف. بيكون تسجيل من الصبح الساعه 5:30 لين 6:30 تسجيل. والسباق بيبتدي حوالي 7 لين 9:30 10 الى ربع تقريبا السباق. السباق بيكون لست فئات، فئات الفئة مفتوحة، الثانية الأندية بتكون موجودة، المواطنين وهواة بيكونوا موجودين، إناث فئة إناث، فئة موظفين هيئة الصحة نفتح لهم اللينك انهم اللي يحب من موظفين مالنا في الهيئة يشاركون اهلا وسهلا بهم، ومشاركة مجانا يعني ما في فلوس ما في اي شيء. نحن هذا كله، وفي مشاركين في السباق الاخوة من اصحاب الهمم. ممتاز. اصحاب الهمم بيكون سباقهم داخل الحديقة. نعم. 15 كيلو. الثانيين اللي هو والمحترفين هذا بيكون حوالي 62 كيلو. جميل. من بداية انطلاقة من حديقة المشرف إلى الطوار إلى الورقة إلى الأكاديمية. جميل. رادين على جولة في على عيادات الهيئة في جولة بعد. زين. بالتنسيق مع اتحاد الدراجات والأخوة في شرطة دبي وهيئة الطرق كلهم مساعدين متعاونين يعني بشكل كبير. وبيكون شكل احتفالي في هذا اليوم إن شاء الله. أني بسيكلنا ولا عندكم سياكل؟ عندنا سياكل وبنعطي سيكل ما يهمك تعالي شاركي بس. إن شاء الله. تعرفين سوقين سيكل ولا؟ إيه عارف. إيه عندي سيكل في البيت أنا. بتشاركين؟ إن شاء الله. كم كيلو حق الحريم مسوين؟ 62 كيلو. 62 كيلو. لا انا ما اقدر اشارك، انا كنت حاطه ببالي اكثر. طيب اذا حد في نص السباق تعب في سيارات اسعاف يقصدني انا طبعا. في سيارات اسعاف موجوده بعد ويانا. طيب انت ذكرت ان التسجيل مجاني لموظفي الهيئه. انزين بالنسبه لي الدراجات موجوده هناك والدراجات موجوده حق الموظفين. ايه انزين بالعامه كل واحد عندهم دراجات من اتحاد الدراجات هم مسؤولين عن التسجيل متوقعين مشاركه حوالي 300 بين 350 400 شخص. وكيف يشاركون الناس وين في فورمه معينه؟ لا خلاص هم يوم التسجيل نفسه. لا اونلاين هم منزلين واللي يسجل. نعم. هناك الصبح يأكدون تسجيلهم، كل واحد مسجل يأكد انه هو مسجل. اوكي. ممتاز. طيب اللي يبغي يشارك كم عندك فكره كم يدفع للمشاركه وكذا او انه لا مفتوح. مفتوحه ما في فيز معين؟ لا شو الجوائز؟
جواز قيمة والله في كبير بس ما قالونا الحين شو الجواز، بس جواز إن شاء الله بتكون قيمة. طيب بالنسبة للموظفين الهيئة شو بتعطونه جوائز إذا فازوا الأول؟ نفس الجائزة بياخد نفس الجائزة هو يروح المشاركة طبعا بالضبط يعني بالضبط. يروح المشاركة والله أنا أتمنى الموظفين هي يشاركون شارك. هذا أهم شيء عندي دكتورة شاركي وخلصي المسار كامل لك مني أنا جائزة سيارة لا إذا بخلصه كامل بعد 62 كيلو مو شوي يعني أنا لو أقدر أوزع سيارات بس شوفيني يا في الهيئة أقدم البرنامج هذا معك تعالي خلينا نتكلم صراحة يعني زين لا لا شاركوا لك مني جائزة إن شاء الله تكون جائزة زينة إن شاء الله هذا سباق مجتمعي يعني جميع إن شاء الله أنا جذبني أن مسوين مسار خاص لذوي الهمم داخل الحديقة 15 كيلو وايد شغلة جميلة إيه. لازم نهتم نحن بهذه الفئة يعني إيه مستمعينا من ذوي الهمم اللي حاب يشارك هذا الموضوع نحن نفتح لكم وأتمنى يعني تكون عندنا مشاركة كبيرة في هذا الموضوع إن شاء طيب. الله طيب أبو محمد قبل أن نختم معاك في شيء نسينا نذكره بخصوص هذا السباق سباق أو كلمة أخيرة تبغي توجهها كلمة أخيرة إن شاء الله أنا عدد المشاركين كل ما كان أكثر يكون أفضل ودعوة لجميع موظفي الهيئة نعم. نقولهم لو تشاركونا في هاي السباق بيكون شيء جيد مساهمة منكم كموظفي الهيئة والدرجات إن شاء الله بتكون موجودة اللي حاب يشارك أهلا وسهلا فيهم ممتاز شكرا لك أستاذ حمزة عباس مدير الشؤون مدير المشروعات الرياضية والبرامج الاجتماعية في هيئة الصحة بدبي نحن شاكرين لك هذا التواجد أتمنى لكم التوفيق الدائم إن شاء الله في كل الفعاليات الجميلة اللي تقومون بها شكرا جزيلا وأنا أشكرك أخ محمود وأخت ندى مشكورين وما تقصرون يعني تسلمون لازم مشكور تشارك. ومشكورين على تعاونكم معنا مشكورين شكرا لك أخي حمزة شكرا جزيلا دكتورة ما نطلع فاصل بعد الفاصل إن شاء الله معانا ضيف مميز ما نتكلم عن بعض المواضيع الخاصة بالأسنان فأصحاب الابتسامات الجميلة طبعا كل حد ابتسامته جميلة ولكن تكون أجمل مع أسنان سليمة أشوف راوينا ابتسامتك دكتورة طيب فاصل وراجعين صحة وسعادة سعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة هذا البرنامج الذي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي وأرقام التواصل معنا 600551414 ورسائل نصية على 4006 وموجودين لايف على الانستغرام في حساب نور دبي تعد جراحات الفم والأسنان من بين أهم التخصصات الطبية التي تشهد تطورات وطفرات متلاحقة سواء على جانب التشخيص أو العلاج أو حتى التجميل وبالرغم من هالتطور المتواصل إلا أن البعض ما يزال يخشى الذهاب إلى طبيب الأسنان أو بالأحرى آخر شيء يفكر فيه هو الذهاب إلى طبيب الأسنان بنتعرف إلى أهم المستجدات في عالم طب وجراحة الفم والأسنان يسعدنا يكون معانا اليوم في الاستوديو الدكتور محمد ناجي علاج أخصائي تجميل وعلاج الأسنان بالليزر صباحك الله بالخير دكتور محمد صباح الخير دكتورة هلا فيك خبرنا دكتور أول شيء ليش الناس تخاف تروح طبيب الأسنان حقهم الصراحة لأنه الناس بتخاف من طبيب الأسنان والأطباء بشكل عام لأنه ما في حدا بيحب يكون مريض ما في حد بيحب يروح يتعالج هذا شيء طبيعي بس طب الأسنان بالتحديد لأنه للأسف الأجيال الماضية تعودت على علاجات شوي مؤلمة أو مؤذية وحتى كشكل كانت مخيفة شوي أما مقارنة بالماضي إحنا اليوم العلاجات تطورت بشكل كبير مش بس من ناحية الألم وحتى من ناحية سرعة العلاج ومظهر العلاج نفسه يعني إحنا اليوم صار في عنا علاجات يمكن ما تشوف فيها ولا نقطة دم ولا إبرة ولا هاي الأشياء كلها كنا نشوفها صحيح. جميل أنا أعتقد بعد دكتور وسيم مثل دكتور محمد نادي ما اكيد شكل الطبيب يلعب دور اكيد طبعا يعني تلاقيه مبتسم وشي طيب نرجع لسؤال الدكتورة الجديد في طب جراحة الفم والاسنان دكتور شو عندكم جديد في هذا المجال انت ذكرت انه حتى في علاجات من غير دم انا ما اتوقع في علاج من غير دم صحيح هلا اكيد في هلا العلاجات الحديثة أنا بعتبرها مش بس المستقبل بل هي الحاضر في طب الأسنان هو العلاج بالليزر
الليزر اليوم هو صار شيء جدا أساسي لأي مريض، أساسي يحس بالاطمئنان من ناحية العلاج. اللي بيصير عندنا بالليزر أنه إحنا ممكن نعمل عمليات جراحية، عمليات تجميل، وتجميل مش بس للأسنان، ممكن تكون للأسنان، للثة وللشفايف بعد مثلا تفتيح اللون. هذا كله بدون ألم أو إبر أو دم نهائيا. كيف بيصير هذا الشيء؟ مثلا بعمليات الجراحة إحنا لما نقص العظم أو اللثة بالليزر، الليزر نفس الوقت لما يكون عم بيقص بيكون عم بيقص وعم بيكوي مكان الجرح بنفس الوقت. فبهاي الحالة إحنا بيصير عندنا بسموه بالإنجليزي سيلينج أوف ذا بلاد، أو يعني بيكوي هذا المكان. من ناحية الألم بالعلاج بحفر الأسنان، إحنا اليوم حتى هذا الصوت المزعج تبع حفرة الأسنان الناس بتخاف منه من برا، تسمعه وتخاف تقرر من برا. بالضبط صحيح، هو مزعج للدكتور وللمرضى. فهذا الصوت إحنا اليوم بطلنا نسمعه، إحنا اليوم صرنا نحفر الأسنان بالليزر وبدون ما نلمس السن أصلا. فهذا الشيء صحيح جدا ريح المريض. وموضوع الألم، إحنا الليزر بيكون بيضرب الخلايا فقط اللي لازمها إزالة، اللي هي الخلايا الميتة أو الخلايا اللي فيها تسوس، فبالتالي نسبة الألم بتكون تقريبا 0%. جميل. نتكلم دكتور طبعا عن دور الليزر. فمثل ما تفضلت، واضح ان الليزر سوى مثل قفزات في عالم طب الاسنان، صار مثل ما تقول تقريبا من دون الم ومن غير دم. شو الاشياء الثانيه تستخدمون فيها الليزر في من العلاجات القديمه اللي تبدلت بالليزر؟ طيب نحكي شوي تجميل، ما انه الناس اليوم كتير مهتمة بهذا الشيء. عنا زمان انا كتير كان يجوا ناس بدهم يفتحوا لون اللثة، خاصة المناطق مثلا اللي هي في شمال أفريقيا، المناطق المغرب العربي، بيكون في ناس بشرتهم فاتحة بس اللثة لونها داخل. صحيح. فإحنا اليوم صرنا بالليزر نفتح لون اللثة بمجرد ما مررنا الليزر على اللثة، بينما بالماضي كان نضطر نقشر سطح اللثة بالشفرة الجراحية، فكان مؤلم أكيد، فكان مؤلم، وحتى كمية الدم والمظهر كان جدا مزعج. والعلاجات الثانية اللي صارت تصير عنا مثلا بالتجميل اللي هي تبييض الأسنان. احنا تبييض الأسنان لليوم بنشوفها، طبعا هاي مش تقنية جدا قديمة، انه المريض بيقعد بتشوفوها طبعا مرات بالصور على السوشيال ميديا، بحط زي تيوب أبيض لمدة 45 دقيقة بطلع منها ضوء أزرق على الأسنان. هاي التقنية بتسبب حساسية وألم وفترة طويلة، يعني انت تخيل ساعة وانت فاتح فمك، فهذا الشيء جدا مزعج. اليوم احنا بالليزر صرنا فقط بأربع دقائق نخلص التبييض. جميل. بدال ساعة أربع دقائق بيكون المريض أخذ نتيجة بيضة أكثر، ألم أقل، وأكيد الفك يكون أخف. هذا الموضوع تجيبونا في هيئة الصحة الله يخليكم، نبغي يكون متواجد معانا في أقرب فرصة. دكتور بس بنذكر بأرقام التواصل اللي حاب يتواصل معانا عبر الهاتف على 600-551-414. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهم شيء، شو بديل الإبرة للتخدير؟ بدير الإبرة للتخدير، احنا اليوم اذا احتجنا التخدير طبعا في العلاج، في تقنية جديدة بنستعملها عنا اللي هي الوان. تذكر هاي الإبرة الألمنيوم هذه، ما ادري كيف شكلها، يزيغ دكتور وهالطول وغيرتوها طبعا. منظرها منظرها مخيف. صح. الحين اشكالها احلى. لا احنا هلا بقول لك، يعني اذا احتجنا الإبرة اصلا فبنستخدم تقنية جديدة عنا، هي تقنية الواند. الواند هي المسمى الانجليزي للعصا السحرية. هاري بوتر. فالواند هي بتعطي تخدير للعظم وللسن بدون ما ندخل الإبرة داخل المريض أو داخل اللثة أو هذا، فبس من برا بتعمل، هو نظام الانفلتريشن بنسميه بالإنجليزي. تدفق مادة المخدر عبر مسامات اللثة نفسها لعن السن. جميل. اتكلم دكتور عن تبييض الأسنان. طبعا تبييض الأسنان هو هوس عن كثير من الناس أن يحرصون بسامات بتكون بيضة ومرتبة، ولكن كثير من الناس تشكل مثل ما تفضلت بعد أنه يسوي زيادة في حساسية الأسنان وبالتالي يكون في ألم في الأسنان. فمع التقنيات الجديدة هل رح تختفي هالمشكلة ورح نحصل على أسنان بيضة مثل ما تفضلت في أربع دقائق من غير مشاكل مصاحبة لتبييض الأسنان؟ هي المشكلة الأساسية كانت تبييض الأسنان مثل ما حكينا، الحساسية. نعم. يعني أنا شخصيا جربتها، أنا من تقريبا 5 سنين سويت تبييض مرة حرمت.
يعني قلت لا هاي أول وآخر مرة لأنه الحساسية من بعدها كانت جدا مؤذية يعني. صحيح. اليوم بالليزر والحساسية بس أحب أنوح على شيء أنه الحساسية مش سببها الليزر أو المعجون عليه، سببها الحرارة اللي بتنحط على السن لمدة ساعة. صحيح. يعني إحنا تخيل إحنا نشرب شاي حار مرات نتألم. هاي ساعة في حرارة سخنة، أما الليزر إحنا 4 دقائق فحرارة أصلا ما في. صحيح. فالحساسية بالتالي بعد علاج مش موجودة بالمرة. طيب بعد المشكلة دكتورة يعني ما تخلصين عندك الأسنان تحسين معاناة يعني في الشرب في الأكل في كذا وتسنين فترة طويلة ما ترجع لي للأكل هاي، ولكن في النهاية يعني الواحد يسوي إيش عشان تطلع أسنانه بيضة شيء جميل يعني الواحد يتحمل. طيب دكتور قلنا أن طبيب الأسنان لم يعد فقط هو ذلك الطبيب الذي يقوم بخلع الأسنان، اليوم نحن في عندنا الابتكار، في عندنا الانوفيشن، في عندنا الإبداع في مختلف المجالات، والمجال الطبي بالتحديد نحن نتوجه توجهات وايد مختلفة في عالم الأسنان. وين رايحين نحن في عالم الأسنان؟ احنا اليوم إجابة عن السؤال انه ما هو طبيب الأسنان اليوم، هو مش بس الشخص اللي انت بتروح عنده عشان تعالج مشكلة سببها الألم او ممكن يسبب لك ألم بعلاجه. طبيب الأسنان اليوم هو صار يغير اللايف ستايل تبع المريض اللي هو صحيح. نمط الحياة. احنا اليوم اذا بالماضي كان الشخص ما يزور طبيب الأسنان الا اذا في ألم. صحيح. احنا اليوم تقريبا 80% من المراجعين هم ناس جايين مش يعالجوا مشكلة بل يحسنوا مظهر. صحيح. او صحيح. يكون عندهم شيء جيد وبدهم الممتاز فيه. بالضبط. فهذا الأثر طبعا اتطور كتير. من ناحية التجميل طبعا مثل ما كلمت يعني وين رايحين، احنا اليوم التجميل صار شبه شيء فينا نعتبره خارج الطب لأنه العمليات نفسها صارت ما فيها الجراحة والأشياء المخيفة اللي كانت موجودة في الماضي. جميل. طيب دكتور ناخذ مداخلة من أم أسامة بعدين نستعرض بعض المسجات والرسائل اللي جتنا وايد أسئلة. فأم أسامة صبحت الله بالخير. صباحك خير أم أسامة، تفضلي أم أسامة. موجودة ناصر ولا راحت أم أسامة؟ طيب مو مشكلة نرجع نكلمها إذا في مجال. السلام عليكم أخواني، أخوكم بوبرعي مفتك من مشاكل الأسنان والحمد لله قمت بخلع أسناني وارتحت من الألم من آلام مختلفة حتى النوم أنام وأنا مرتاح. ريح راسه. لا أكيد هو إذا خلع هلا بده يروح على الزراعة طبعا. أيه. هذا لحاله موضوع ثاني. موضوع ثاني صح. لأنه الزراعة هلا كمان صارت جدا متقدمة. إحنا اليوم صار فينا نخلع السن ونزرع ونركب التاج على السن في جلسة واحدة، فأنت كأنك أصلا ما خلعت شيء. في كم دقيقة؟ ساعة؟ ساعة لساعة ونص ماكسيموم. قلنا بعد يمكن 4 دقائق. طيب ناخذ أم أسامة. أم أسامة صباحك ورد. الو السلام عليكم. عليكم السلام، هلا حبيبتي تفضلي. لو سمحت بدي اسال الدكتور اذا ممكن، انا عندي اسناني في فراغات اسناني وعندي في الم كمان وكثير، فبدي اذا بدي اعمل عمليه تقليل لتجميلهم شو بدي اعمل لهم؟ واضح طبعا. السؤال ان شاء الله تسمعي مع الدكتور محمد. شكرا لك يا مسامة. شكرا لك. هلا بالنسبة للناس طبعا السؤال مرة ثانية قلت لكم التجميل هو اللي اخذ اول الناس الفترة. بهالحالة احنا المريض اصلا عبولنا عنده الم. اوكي. فاحنا ما بدنا نزيد عليه. نعم. وعندها فراغات. فاليوم احنا عندنا حل الامثل لهيك حالات اللي هو يسمى تقنية الـ 3N فينيرز. هي عبارة عن فينيرز اللي هي قشور جدا خفيفة بتنحط على سطح السن بتعطينا اللون والشكل اللي بدنا اياه بدون حفر ألم أو إبر نهائيا. يعني هي مجرد عدسات كيف عدسات العين سمكها لا يتعدى 0.3 مليمتر. تنحط على السن وبدون ما نلمس السن نهائيا أو نعطي أي إبر، نعطيها الشكل واللون اللي هي حابة. طيب هل تنظيف الأسنان يشيل طبقة من الأسنان ويزيد الحساسية بشكل دائم دكتور؟ أبدا لا. عندي ألم في الفكين ومش في وضع الطبيعي، بس تقويم سابق للأسف ما كان صح، شو علاجي؟ كيف يرجع للوضع الطبيعي؟ هل علاج عند دكتور أسنان؟ اي نعم عند دكتور الأسنان، ولازم تراجع أخصائي تقويم مرة ثانية عشان يحلوا المشكلة، لأنه مشاكل الأطباق ممكن تؤدي إلى مشاكل الفك. بس هو يقول ألام الفك عندها. الفك ايه. مشاكل الأطباق إحنا إذا مش عم نسكر الفكين على بعض بطريقة نعم. صح، فالمفصل الفك بشكل عام ممكن يسبب مشاكل كثير كبيرة. صحيح. طيب. اللي ياكل البان دكتور يقولون رياضة حق الفكين صح هالكلام؟ للناس اللي عندهم مشاكل
متى يبس هو التهاب في مفصل الفك البان يعني العلك يعني ياخذون العلكه تساعد في التمرين صحيح. دكتور محمد بما نتكلم وايد عن التجميل بعد في هوس اخر غير التبييض طبعا اللي هو التركيبات السنيه صار كل حد يقول لازم انا اسوي تركيبات سنيه صح. عشان احصل على ابتسامه جميله شو رايك انت في الكلام؟ انا مش ضد هذا الموضوع لسبب واحد اللي هي التقنيه اللي كلمتكم عنها قبل شوي اللي هي الري ان فينيرز. هاي التقنيه احنا ببساطه بنقول للمريض انت عم تحط عدسه نفس بيت العين بتحطها عجبتك كان به اذا ما عجبه المظهر او حس حاله مزعوج بيقدر يفكها ما تشيل طبقه المينا بالمره ابدا ابدا السن مثل ما هو بلز عليه بس ان المريض يجي عندي يطلب انه يحفر اسنانه عشان يجملها فحرام احنا نؤمن انه اللي مو محتاجين طبعا الاسنان يعني حرام انت خلت ربنا هاي قد ما نعطيك احنا ما حنعوضك على هالشيء طبيعي ونقطه ثانيه بس بحب اتكلم عنها لانه اليوم الناس مفهوم التجميل اختلف صحيح. احنا من 5 سنين كان البياض الناصع هو المطلوب بالضبط. يجي يعني اللون اقوى درجه يحطوه اليوم التجميل او الموضه هلا هي الناتشرال بيوتي الطبيعي اللون طبعاً. الطبيعي نعم. فاتقان الشكل الطبيعي هو المطلوب فبالتالي الاسنان الطبيعيه هي اجمل طيب كم مره تنصح الواحد يسوي تنظيف اسنان دكتور حسب كمية التكلسات اللي بتتجمع بالفم إذا بتتجمع بشكل يعني سريع فكل 3 أشهر إذا بشكل طبيعي كل 6 أشهر مرة كافي ممتاز دكتور محمد بخصوص الناس اللي مثل ما قلت يركبون عدسات الأسنان أو تركيبات سنية أيا كانت في وايد ناس تهمل العناية ما بعد التركيبات السنية فبعد فترة مثلا ممكن يشكوا مثلا من رائحة معينة تكون في الفم أو مشاكل معينة فنبغى نشدد على نقطة العناية ما بعد التركيبات السنية أو أي عمليات نقوم فيها بالأسنان هلا هذا كمان مفهوم غلط عند المرضى بقول لك أنا أسناني صارت حلوة وبيضة وما تتوسخ أكيد صح فلا هذا الشيء جدا غلط وأنا شخصيا والمرضى عندنا في العيادة التكاثر في العيادة دائما بينصحوا المريض بتعليمات معينة كيف يهتموا بأسنانهم خاصة اللي عندهم تركيبات صح. العناية بالأسنان للناس اللي عندها تركيبات بتكون أكثر من الناس اللي أسنانهم طبيعية لأنه ممكن تؤدي التهابات باللثة وتسوسات تحت هاي التركيبات بالضبط صحيح طيب وين العيادة أبغي أراجع الدكتور أنا مركبة تقويم عيادة ليبرتي نحن عيادة ليبرتي في شارع الجميرة في الجميرة 3 وفي عندنا فرع في أبوظبي عند كاسر المارينا كان عندي خوف من أطباء الأسنان وصار لي الحين عندي 3 ضروس خلفية تكسرا وباقي الجذر شو الحل شوف طبيب الأسنان 3 ضروس ممكن تراجع بس أخصائي الأعصاب بيشوفوا إذا في أمل من إنقاذ السن بينقذوه إذا لا بتتوجه للزراعة بيخلعوا بزراعه السلام عليكم صباح الخير والابتسامة الجميلة والسعادة هل في حل لمنع خلع الأسنان وكلمنا عن الزراعة لو حد خلع سن أو سنين وين وشو التقنيات اللي استعرضها الدكتور متوفرة في العيادات موجودة عندنا نحن العديد من التقنيات كذلك في هيئة الصحة بدبي وأيضا المجال هذا الدكتور اللهم لك الحمد نحن في إمارة دبي عندنا عيادات متقدمة جدا لدرجة أن وصلنا إلى موضوع السياحة العلاجية في ناسيون عندنا بالضبط لدعم السياحة العلاجية بشكل أو بآخر ويسوون في الأسنان في أنا مرة حتى مرة تكلمت في حسابي في بلوجرز من هولندا ومن اسكتلندا يجون دبي حق أسنانهم صحيح. تسافر نصف العالم عشان تسوي أسنانها تقول لأن دبي علم الأسنان فيها متطور صحيح فيها. احنا في العيادة 53% من مرضانا من خارج الدولة وطبعا في مؤتمر السياحة العلاجية من أسبوعين كان مدينة دبي فازت في مدينة العام للسياحة العلاجية حول العالم صحيح طيب دكتور هني عبد الله يقول موضوع تغطية التأمين لعلاج الأسنان وليس للتجميل بحاجة للبحث والله نتفق معه لأن نحتاج نرجع لشركات التأمين دكتور لأن وضع ليمت معين لعلاجات الأسنان واحد من جهة اثنين وضع بعض العلاجات تحت طائلة التجميل هني أبغي أرجع دكتور لمسألة شو الفرق ما بين العلاج والتجميل أنت أخصائي تجميل وعلاج الأسنان زي خلني أعرف شو الفرق ما بين الاثنين الفرق بينهم عزيزي أنه إحنا المريض إذا إجا عنا أسنانه ما فيها أي خلل أو أي مشاكل أو ألم أي علاج بعد هيك بيكون تجميلي أيوه أوكي. أما إذا المريض إجانا عنده مشاكل تسوسات وعالجنا هاي فهاي علاجات طبية أما في ممكن نجمع بالنسبة لعلاجات التجميل إذا المريض مرات احتاج لسحب عصب ثم حطنا له تركيبة تجميلية على السن فهاي التأمين لازم يحسبها علاج طبي مو تجميلي طيب ما لحقت على سنة دكتورة ندى
والله أنا... بعد الهواء لا بس ما شاء الله ما فيهم شيء أنا... لا كان فيهم يوم اقول له نسوي شيء تقول لي ما سويت قلت له نسويه قالت والله لا لا حرام حرام انا اشهد ما في شيء للحين ما في شيء بس انا شفت نحت... كيف لاحظت نحت بسيط فقط في العيادة حتى كنت أنا واقفة حتى ما يلست يعني هذا محسوب أنا محسوب أوجه تحياتي لهذا الدكتور على هذه النصيحة فهو لا يريد شيء مادي شكرا لك طيب دكتور مساحة تجميل الأسنان تزداد في العيادات المتخصصة شو الأسباب لذلك كثرة الطلب عليها يعني احنا الحمد لله عايشين في بلد في اسعد شعب في العالم الحمد لله فاسعد شعب لازم يكون في عنده اجمل ابتسامه ويحبون الجمال يعني وصار أكيد. التجميل يمكن قبل الناس ما كانت تنتبه وايد لاسنانها انه جزء اساسي في التجميل صحيح. ولكن الحين صارت تنتبه ان الابتسامه مع انتشار صور السيلفي وناس تحب تتصور فاكتشفوا ان الابتسامه فعلا تاثر على المظهر على المظهر العام للصوره وغير الصور احنا عندنا دراسات بتقول انه 47% من الاشخاص اللي بتقابليهم يوميا اول شيء بلاحظوه هو الابتسامه بالضبط انا العيون والخشم انا من 47% اول شيء انتبه فيه الابتسامه الابتسامه صحيح ابتسامه الشخص وعيونه ثاني شيء العيون 9% فعلا انا لا اراديا تتجه نظرك اذا ابتسامه الشخص صحيح. عموما هل ممكن تركيب انفيزلاين في تحريك الفك نعم حسب الحالة انفيزلاين هو علاج تقويم الأسنان بدون تركيبات التقويم اللي هو التقويم الشفاف يسمى التقويم الشفاف هاي تقنية جدا جيدة أنا بنصح فيها بس مش لجميع الحالات وأنا بنصح أنه يكون التركيب هاي التقنية عند أخصائي تقويم مش عند أي طبيب أسنان بالضبط وأعتقد الحالات المتقدمة يمكن ما ينفع انفيزلاين لا الانفيزلاين لحالات بسيطة مثلا فراغات بسيطة بين الأسنان بدنا نضبها على بعض أما إذا في مشاكل بالفك او لخبطه بالاسنان كبيره ما بيصير نستعمل طيب نحن تكلمنا عن العلاجات ولكن ما تكلمنا عن الوقايه دكتور صحيح والوقايه خير من العلاج أكيد. كيف نقي اسناننا ونحافظ على اسناننا بحيث ما نحتاج لا سمح الله باكر خلع او زراعه او تركيبات سنيه نبتدي من الاطفال نعم احنا صحه الاسنان لازم تبتدي من الطفوله ومش ان نتاكد ان اذا في تسوس ناخذ عند الطبيب لا نتاكد انه ما يصير تسوس صحيح الفرشاه لازم 3 مرات باليوم للطفل وللكبير يفضل بعد كل وجبه نعم طبعا في عادات عند الاطفال انه الاهل بيخلوا الطفل يشرب الحليب وهو عم بينام صحيح هاي من اكبر اسباب التسوسات بتدمر السن صحيح فهاي العاده لازم احنا هاي العاده للاسف منتشره كثير فهاي لازم نوقفها لانه اذا سن الطفل كان مسوس وسبب له مشاكل في الاسنان وهو طفل فبالتالي الاسنان الدائمه اللي حتطلع الا ما يكون فيها مشاكل صحيح اوكي فهذا لازم تبع عليه وطبعا للاكبر نصائح اللي كلنا بنعرفها استخدام الخيط والفرشات الاسنان اقل شيء 3 مرات والله يعني. دكتور الجيل الجديد نشوف كلهم عندهم مشاكل في الاسنان فعلا اطفال تقريبا معظم. يعني نسبه كبيره من عندهم يا سمنه يا مشاكل في الاسنان صحيح لان القعده الطويله وطول ما هو قاعد قدام الجهاز اللوحي هذا شو يسوي ياكل ومحمود صار في سهولة الوصول إلى هذه السناكات الخفيفة الشيبس والكاكاو موجودة في البيت بشكل متواصل فطول ما هو يالس فقط يأكل وللأسف يتكاسل يفرش أسنانه فعشان السمنة ومشاكل الأسنان التأمين في أبو ظبي لحاملي ثقة يغطي جميع علاجات الأسنان حتى الزراعة والتجويل بأوامر من صاحب اسمه الشيخ محمد بن زايد لابد على الأقل من تغطية العلاجات الطبية وليس الطبية بالكامل والله نتفق معاكم وطبعا أنت شو تصورين بعدنا ما خلصنا البرنامج أنا معاك إذني معاك حافظ واحدة بس أنا قريت أنا بعد الأكل إذا كان الأكل فيه حموضة ما يفضل غسل الأسنان مباشرة هل هذا الكلام صحيح؟ صحيح 100% ونحب نشكر مين ما ذكر هاي المعلومة لأنه الناس ما بتعرف عنها كتير إذا أكلنا شربنا أي مشروبات غازية أو مأكولات فيها حموضة فطبقة المينا بهاي اللحظة بتكون جدا حساسة دكتور أسعاركم غالية في العيادة أنا بقولكم شغلة عن موضوع الأسعار لا لا دكتور للأمانة لأن الواحد لازم يستوعب هذه المسألة يا جماعة الخير نحن في منظومة السياحة الصحية في إمارة دبي تم تقييم المستشفيات والعيادات على حسب نجوم معينة بس سامحني ناصر بس أوضح هذه الفكرة وبعدين ننهي البرنامج أن الآن إذا أنا بروح فندق 3 نجوم
إنزين الخدمات اللي موجودة فيه وفندق 5 نجوم بالخدمات اللي يوفر لي إياها. نعم. هل الأسعار هي نفسها؟ طبعا لا، في الغالي وفي رخيص في كل شيء محمد. جميل. وفي شخص يستثمر في عمره ويدخل وكذا وغيره طبعاً. كطبيب ويعني دافع فرق أحسن خدمة وأحسن علاج وأحسن بالضبط. أدوات. وفي طبيب يعني بعد إن شاء الله الكل مجتهدين وهذا، لكن هني يفرق جماعة يعني من لدعم السياحي يستلمونك من المطار دكتورة بالضبط. بسيارات فارهة لين ما ياخذونك على الفندق، من الفندق على العيادة، من العيادة يرجعونك كذا، يخطونك الرحلة والتأمين وغيره، رحلة كاملة كلها يعني، مو مثل الشخص اللي بس بتدخل عليه وبتعالج. نحن ما نسوي دعاية يعني بشكل أو بآخر لا، ولكن نحن ندعم جميع اللي يعملون في منظومة السياحة الصحية في إمارة دبي. مشكورة. شكرا لك دكتور محمد ناجي. شكرا لكم، يعطيكم العافية. أخصائي تجميل وعلاج الأسنان بالليزر، نحن شاكرين لك تواجدك معنا ويعطيك العافية. شكرا لكم. شكرا لك. أنت ليش ما مسوي أسنانك هاي؟ كل دكاترة الأسنان. السؤال المحرج. الدم اللي يسألونه. قريبا قريبا. أسنان زينة. أنا بهتم فيه. أنا قلت لك الجمال هلا صار الجمال الطبيعي. صح. أنا ضد إن الواحد يركب هذه الأسنان اللي هذا. راحت عليك الحين انت ناصر بعد صغير وسويتها. عموما جزاكم الله خير، شكرا لك دكتور محمد، شكرا لك دكتوره ندى الملا، شكرا لكم، شكرا لك يا ناصر السليمي، وشكرا لميرا المري. وهذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي، وحتى نلقاكم ان شاء الله غدا مع مواضيع جديده. نقول لكم في الختام دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.